امبارح كنا اتكلمنا مع كل حضراتكم عن زين الدين زيدان وحاله الشجن اللي كانت واضحه جدا في نبرته وهو بيتكلم عن رحيله عن ريال مدريد. النادي اعلن بالفعل في بيان رسمي تعاقده مع المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي البالغ من العمر 61 سنه. التعاقد ده هيكون لمده 3 مواسم طبعا خلفا للفرنسي زين الدين زيدان. هيقام حفل توقيع العقد وبروتوكول الاعلان النهارده ان شاء الله، وهيتكلم المدرب الجديد لوسائل الاعلام من خلال مؤتمر صحفي عن بعد. المدرب كان درب قبل كده ريال مدريد في الفترة ما بين عام 2013 حتى 2015 ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا، اللقب العاشر بصفة خاصة، يعني تحديدا كان اللقب العاشر ده طبعا بالإضافة لمجموعة أخرى من البطولات، كأس الملك، كأس السوبر، وأيضا كأس العالم للأندية. دايما بيبقى فيه بلان بي للانديه طبعاً. يعني زين الدين زيدان احنا بنتكلم، بس الموضوع حصل من يومين، دلوقتي بقى اصبح خلاص في مدير فني جديد. هي دي حال الكره تحديدا، وده حال كل حاجه يعني، بس صحيح. تحديدا الكره لازم بيكون فيه بلان بي لان الوضع ما بيبقاش مستحمل تطويل اكيد.